بستوحيها من دماغي، يعني بعمل انا تصميم قدامي بنفذه بقى هاند ميد، لان انا شغلي بيبقى هاند ميد، فببدا في حاجه حاجه كده وبمشي بقى مع ماشي الايام دي الموضه ايه والمكونات بتاعت الشغل نفسه ايه الماتيريال يعني، وبتبقى حاجه بقى في الاخر الشكل نفسه التصميم نفسه في الاخر يطلع حاجه شيك يعني. هما 5 بنات ملكات طبعا، فكل واحد حسب بقى ايه اسم الملكه ايه، يعني ملكه الاناقه طبعا لازم تبقى حاجه واو قوي وحاجه شيك جدا اناقه بقى، والثانيه اللي هي ملكه السياحه اللي دي بقى فيها تكه كده انا عاملاها فرعوني، حاجه فرعونيه بحيث تبقى ان هي لايقه على اسمها، اسمها ملكه السياحه. والثلاثه بقى الباقيين اللي هم بيسافروا بره مصر، المغرب والجزائر، لا اللي وشها طويل او هي نفسها طويله ما ينفعش تاج، لازم تبقى هيربيس، عشان الهيربيس بتبقى نايمه على الراس فما تديهاش علو اكتر ما هي، انما لو هي مثلا وشها مدور او كده تليق معها اي حاجه فيهم، يا التاج يا الهيربيس، المهم ان الطويله او الوشها طويل ما تنفعش خالص معها التاج، لازم هيربيس.